بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع تاني. إحنا خلصنا على مدار المحاضرات اللي فاتت أو المحاضرتين أو 3 محاضرات اللي فاتوا، وخلصنا البريك سيستم، اتكلمنا على الستاندرد بريك سيستم اللي هو الدرام والديسك، وبعدين اتكلمنا بعدها على الاي بي اس، وبعدين كده اتكلمنا على التي سي اس. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجزء الجديد او نوع تاني، هننتقل بقى مره تانيه من الباور ترين وهروح للتاير. التاير بشكله الطبيعي هنتكلم فيه على اكتر من حاجه، هنتكلم على التاير ايه الكومبوننت بتاعته، ايه الفانكشن بتاعته، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك فيه، وهنتكلم كمان على الانواع الجديده من التاير وازاي حضرتك تقدر تعرف مميزات وعيوب التاير الموجود، ولو حصل فيه مشكله هنقدر نحددها ازاي والافكت بتاعها اللي ممكن يكون موجود سواء كان على المركبة نفسها أو على البرفورمانس بتاع الأداء بتاع الطيار. الأول ونشوف هي إيه وظيفة الطيار، هو أنت ليه بتحتاج الطيار في العربية؟ بتحتاجه عشان أكتر من حاجة، أولاً بيسبورت اللود اللي بتشيله العربية، أشور الترانسميشن أوف ذا درايفنج باور، ستير ذا فيكل ده اللي بتقدر تاخد منه العربية الاتجاهات اللي هي ماشية بيها. كونتريبيوت توردز رود هولدنج اند بريكنج، وكونتريبيوت الفيكل سسبنشن. هو على فكره التاير برضه بيبقى نوع من الفيكل سسبنشن بيقدر يتحمل معاك اللود ويتحمل معاك مع المطبات ومع الاهتزازات اللي بتيجي، فيبقى هو اول حاجه يمكن بتأبزورب اللود اللي موجود على اي تاير في الدنيا. انا محتاج اعظم فيه بعض الخواص ومحتاج اقلل فيه بعض الخواص، يعني انا محتاج يكون اعمل ريدكشن فيه للويت بتاعه، النويز بتاعه على الطريق. وبتلاقي انت انواع كتيره، يمكن لما بتجيب عجله ولا يعني كاوتش جديد ولا حاجه، فساعات يكون الكاوتش جديد ولسه انت سامع له صوت على الطريق، برغم ان الكاوتش جديد وبيكون الصوت نتيجه الاحتكاك بتاعه. انا محتاج اقلل الكلام ده، محتاج اقلل رولينج ريزيستنس، محتاج اعظم بقى شويه حاجات، محتاج اعظم الفورمات بتاعته، هنشوف في اخر يمكن المحاضره لما نيجي نعمل له عمليه بالانس. محتاج اعظم الاكتف سيفتي بتاعته، ومحتاج ازود او اعظم في الكومفورتابيلتي بتاعته والراحه او الاريحيه. اي واحد في الدنيا او اي كاستمر بيبقى متوقع الاكسبكتيشن بتاعته من التاير اللي هيجيبه جديد انه يكون سيفتي، في اكتف سيفتي، يكون ريلايبل يقدر يعتمد عليه لفترات طويله، وكل ما زادت المده اللي بيشتغل معاه كل ما بقى افضل له. يكون رخيص مش غالي، الايكونوميك فاليو بتاعته تكون برده مش يعني، لان ده من الحاجات الكونسيومبل اللي بتستخدم معاك، فبالتالي محتاج سعرها يكون الى حد ما في المتناول، يكون مريح كومفورتابل، يكون كمان شكله كويس. يعني بتلاقي ناس يروح يشتري عربيه جديده واول حاجه بيعملها بيروح يغير شكل التاير او شكل الويل، وهنشوف ايه الفرق يعني ايه التاير ويعني ايه ويل وايه الفرق بين الاثنين، انما بيهمه. يمكن هركز في الجزء الاول ده على التاير، وبعد كده هنتكلم في الويل بعد كده. What is a pneumatic? What is a pneumatic tire? Pneumatic tire, pneumatic tire is a flexible compressed gas, normally air, container mechanically attached to the outer of circumference or rim of the vehicle wheel. ده يمكن ده شكل التاير اللي موجود. ده الجزء، بتلاقي جزء عبارة عن جزء رابر موجود، والرابر ده بيكون غالبا مليء ما هو بفاصل بينه وبين الريم او بين الويل، وبيكون المفروض الفراغ اللي بينه ده مليان بغالبا الهواء، انما هنشوف ان هو ممكن يكون مليان بعد كده. The material of a typical car passenger include او typical tire بيكون يعني النسب دي هي نسب نسبيه، انما بتختلف من مصنع لمصنع ومن طير لطير. Natural rubber بيكون around 14%، synthetic rubber بيكون حوالي 27%، او around الكربون بلاك بيكون around 28%، ستيل اللي موجود وهنشوف الستيل موجود فيه من 14 ل 15 تقريبا في المية، الفابريك والفيلر والاكسليتور والانتي اوزونيت دول بيبقوا تقريبا من 16 ل 17 في المية، متوسط وزن الكاوتش او التاير الجديد بيكون في حدود 12 كيلو. طبعا زي ما بقول لك بيبقى فيه فاريشن، كل ده بيتكلم على الباسنجر تاير، لان لما هدخل على التراك او الهيفي تراك لا الوزن بيكون مختلف. طيب لما بيبدا يحصل عمليه التعديل او التغيير بتاعه بيقل تقريبا 10 كيلو، هنشوف الفرق ده. التريد باترن للديزاين
ده الشكل تقريبا اللي قدام حضراتكم، ده الشكل العام تقريبا. في بعض الاختلافات بين باسنجر تاير وباسنجر تاير تاني، انما الشكل العام يكون عندنا الجزء بتاع التريد اريا، وده الجزء اللي بيلامس الارض، في عندنا الجزء الريب وده الجزء السوليد الاساسي اللي بيكون عليه التحميل، في بيكون عندنا حاجه اسمها تريد بلوك، ده البلوكات اللي هي موجوده شكل التاير، وفي بيكون في بينهم جروفز وسايبس. السايبس دي اللي هي الفتحات الصغيره، والجروفز بيكون الهدف من الاثنين عمليه كولينج عشان احافظ على الماتيريال، وفي نفس الوقت كمان بيساعد في عمليه المد وعمليه السنو وعمليه الرمله، ان العجله ما يحصلهاش سكيدنج او ما تتزحلقش بمعنى اصح، وبيدي لها ستابيلتي اكثر على الارض فضلا على كتر الاحتكاك بدرجه حراره. فالسايبس والجروفز دي بتساعد على عمليه التبريد. الشولدر ده الجزء الجانبي من العجله اللي هو جزء السايت اللي بيحمي العجله من الجانب، وبعد كده بيبقى عندنا فيه كاب حاجه اسمها بلايز او كاب بلايز، وده يمكن هنتكلم عنها بالتفصيل، عندنا منها اكتر من نوع. دي بقى الطبقات الداخليه بتاعه التاير نفسها، يبقى في عندنا طبقه ستيل بيلت، وده عشان تحمي من عمليه البانشنج العجله ما تتخرمش لو دخل فيها مسمار ولا حاجه، ففي ستيل بيلت موجود. وفي راديال بلايز، هنشوف بعد كده ان في اكتر من نوع راديال وفي بايس بلايز. وبعد كده التاير من الجنب بيكون في حاجه اسمها البيت، البيت ده بيبقى ستيل، يعني عباره عن اسلاك ستيل، وهي دي اللي بتدخل على الجزء بتاع الويل او الجزء بتاع اللي بيبدا يثبت مع الويل عشان يقدر يحبس الهواء بداخله. وعندنا تاني البيت، حاجه البيت اسمها البيت شافرز، ده الجزء اللي محيط بالجزء الميتالي. ده يمكن شكل توضيحي اكتر، بيبان شويه شكل التريد الموجود وشكل السايد وول والبلايز اللي موجوده، ده يمكن شكل بيوضح اكتر. يهمني قوي تبص على شكل التريد، لان التريد دي هتختلف من مكان او من استخدام لاستخدام ومن عربيه لعربيه ومن وقت لوقت، وهي دي اللي بيبقى بيحصل بينها وبين الطريق الاحتكاك الكبير. فلازم هتلاقي حتى الطبقات اللي تحتها كمان، دي طبقه بيلت مثلا عشان عمليه البانشنج الموجوده، الجزء بتاع البيد او البيد اللي هو سلك الحديد اللي بيمسك زي ما قلت لحضرتك بيمسك فيه الجزء بتاع الويل، وده الانر، الجزء الانر الداخلي اللي هو الانر لاينر. ده تقريبا شكل بيوضح الشكل العام لشكل التاير. الجزء بتاع البلاي او الطبقه بتاعه البلاي ارنجمنت دي لها اكثر من ارنجمنت، الهدف من الاثنين هو بيع تعقيم، بيدي متانه للعجله اكثر وبيدي حمايه للعجله لفتره طويله، وده طريقه وضع البلايز او طريقه وضع الجزء الميتال ازاي، يا اما هحطه بالشكل البايس ده بسميها بايس بلاي، او هسميها جزء راديال بالشكل ده، والفرق بين الاثنين يمكن، وفي بيلت بايس بلاي يمكن ده بيختلف على حسب الاستراكشر مثلا بتاع البايز، الانجل اللي الانجل اللي هي بتبقى اقل من 90 درجه للسنتر لاين بتاعه التريد. يعني انت التريد دي وانا بفردها هتبقى ايه العلاقه بينها وبين السنتر لاين؟ لو كانت علاقه الزاويه بتاعتها اقل من 90 درجه فبسميه بايز بالشكل ده، لو كانت العلاقه 90 درجه يعني عموديه على سيركمفرنشال ديت بيكون تقريبا او بسميها راديان. حقيقي هو يعني ايهما احسن، راديان ولا بايز؟ هما الاثنين موجودين والاثنين لهم استخدامات والاثنين لهم اهميه، انما الاكثر شيوعا والاكثر استخداما هو الراديال، ويمكن هقول لحضرتك في السلايد اللي جايه هوري لك ايه ميزه الراديال عن البايز، عشان كده هتلاقي في معظمهم او في معظم الباسنجر اللي بينزل الراديال. طيب خلينا نبص كده على استراكشر سريع، ايه هي الطبقات بتاعه التاير من الداخل للخارج شكلها ايه، وهل بتختلف من باسنجر كار لباسنجر تاير لباسنجر تاير، او من الهيفي تراك او من التراك؟ اه بتختلف. عدد الطبقات ممكن يزيد شويه، مثلا لو شفنا هنا هلاقي الانر لاينر ده الجزء الداخلي، ده بيكون جزء ناعم وده اللي بيبقى ملامس للهواء الداخلي. بعد كده رقم 2 الكيسنج عليه على طول بتكون حاجه اسمها كيسنج بلاي، وبعدين اللور بيد رقم 3 ده الجزء بقى الجانبي اللي بسميه اللور بيد اريا، وبعدين رقم 4 ده البيد نفسه اللي هو سلك الحديد اللي بيمسك في العجله، عشان كده لما تيجي مثلا تجيب العجل اللي هو اللي بتنفخه من غير ما يكون فيه تاير، بتلاقي في اخر 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 مره كده او اول ما الهواء بتاعه يبدا يملى التاير بتلاقي بتسمع فرقعه او طقه كده، الطقه دي معناها ان البيت ده بدا يدخل في مكانه على الويل، ده معناه كده انه فعلا بدا يحكم الهواء الداخلي والضغط الخارجي.
رقم خمسة اللي هو السبلاي رابل، ده السايد وول اللي بيحمي العجلة أو هو الجزء الجانبي للعجلة. وبعد كده رقم ستة في بقى الطبقات اللي هي البريسنج وسيفتي بلاي، ورقم ثمانية اللي هي التريد اللي بتلمس الأرض. ما بين ملامسة الأرض والطبقة الداخلية، الطبقات اللي في النص دي كلها الهدف منها هي المتانة وحماية الكاوتش من البانشنج والحفاظ عليه لأطول مدة. زي ما بقول لحضرتك الراديال دايما الراديال افضل من البايز، وله اكتر من استفاده، بيزود البرودكتيفيتي، انكريز التريد لايف، الستيل بيست بتاعته تو بروتكت البانشرز اللي هي بيحمي العجله من المسامير، جريتر تراكشن، امبروف السيفتي وكمفورتابل، ريتريتابيلتي وريبيرابيلتي، يعني ممكن اصلحه مره ثانيه في حين البايز ما يتصلحش، وبيزود الوقت بتاعه، وهو سعره يمكن اقل شويه من البايز. البايز له بعض العيوب، هي تقريبا عكس اللي احنا بنقوله اللي هو الفاست وير والمينيمم بانشر، وبيزود الفيول كونسامشن، ودي ميزه كبيره نتيجه الاحتكاك الاكبر بالارض من هو الاكثر استخدام. البيلترز ده اللي هي التريد بلايز اللي هي طبقه الحديد اللي بتكون موجوده دي، بتتعمل غالبا من معدن شبيه بالتريد، الكوردينج ذات سيميلر تو ذا يوزد انسايد وول بلايز، والماتيريال بتاعته بتكون غالبا ارمد او فايبر جلاس، والهدف منها زي ما بقول لحضراتكم ان الهدف انها تحمي العجله من عمليه البشر، دي اهم حاجه، يعني مش كل زلطه او مسمار او حاجه يجي في العجله اي حاجه ايا كان، لو كان ضعيف ممكن يخرم العجله، بقدر الامكان بيقاوم معاك لفتره طويله، وده بيكون بوندد ملفوف كده على السايد وول بحيث يحمي كل الجزء بتاع الكاوتش. التاير تايبس بتاع الكارز عندنا في باسنجر، في بقى ميني هاي، في الكارز وفي ميني بانز، في الباسنجر تايرز، في تورنج تايرز، في برفورمانس، هتلاقي بقى انواع كتير جدا جدا من التاير، وهتلاقي حتى موجوده في السوق، هتلاقي يقول لك ده صيني وده ماليزي وده امريكي وده اوروبي وده ياباني، حتى التاير الناس اللي سافرت وبتشوف التاير بتلاقي الناس بره في اوروبا عنده تاير للشتاء وعنده تاير للصيف، وده مختلف عن ده، وبيجي الشتاء يعمله نتيجه الاختلاف الارضي. اذا الكونكلوجن من الانواع الكبيره قوي اللي هنشوفها دلوقتي، هتلاقي التايرز يختلف باختلاف الابلكيشن، يختلف باختلاف الوقت، هتلاقي فيه سمر تاير، وهتلاقي فيه سيزون تاير، وهتلاقي فيه ويندو او وينتر تاير، هتلاقي فيه تاير للباسنجر، هتلاقي فيه تاير للميني فان، هتلاقي فيه تاير للتراكس، هتلاقي فيه تاير للهيفي تراكس، مختلف على حسب الابلكيشن، لان ده بيختلف انت في الاخر عايزه في ايه؟ عايز التاير ده بيشيل الحموله اللي هو موجود عليها وبيحتك بالارض، طب نوع الارض مختلفه، طبعا التاير اللي هيمشي على رمله غير اللي على المد، غير اللي على الاسفلت، غير اللي على سنو، غير اللي على الايس، كل ده مختلف، طب هي باسنجر ولا تراك ولا هيفي تراك، برضه ده مختلف، عندنا انواع كتير جدا همر سريعا عليهم كده، هتلاقي فيه باسنجر تاير، تورنج تاير، بيرفورمانس تاير، هاي بيرفورمانس تاير، الترا هاي بيرفورمانس تاير، كومبيتيشن تايرز، وكروس اوفر تايرز، ولايت تراك تايرز، وينتر تايرز، وكوميرشال تراك تايرز، كل دي هتلاقي انواع مختلفه، بعض الصور اللي بتقول الانواع بتاعتها، بس فيهم حاجات بقى مميزه، يعني الانواع الكتير دي نقدر نعمل لها كلاسيفيكيشن لنوعين ثلاثه، الفرق بينهم بيكون واضح، يعني عندنا حاجه اسمها هاي بيرفورمانس تاير، ده ديزاين تو سبورت الكارز اند هاي واي درايفنج ات هاي سبيد، اسمه هاي بيرفورمانس، ده عنده السرعات العاليه وفي الهاي واي، وده بيكون شكل التريد، بالرغم ان التريد ده ممكن يختلف، انما ده بيكون احد الاشكال بتاعه. في مات تايرز ده بيشتغل ايه؟ احنا قلنا الهاي بيرفورمانس ده على الهاي واي. طيب المات تايرز ده بيستخدم في الاماكن اللي هي مات اللي فيها طين او فيها تشانكي بشكل ما، بحيث يبقى التاير ده انت محتاج ان هو العجله ما تتزحلقش، او العجله يبقى دايما المطرح له منفذ بحيث ان العجل ما يحصلش عمليه اسكيدن. في سنو تايرز، وخلي بالك السنو ده، السنو ده بقى قضيه ثانيه، ان السنو ده بيبقى محتاج حاجه زي شكل ده، حاجه زي بيقولوا كده يعني تثبت تثبت في الارض، فبيكون ده له بعض الجريبس كده انها تثبت في الارض عشان تقدر تحرك العجل. هتلاحظ الاشكال قدام حضرتك، هاي بيرفورمانس والمد والسنو، الابلكيشن نفس الحموله انما الابلكيشن مختلف. عندنا في حاجه اسمها السبير تايرز، ومعظم العربيات البروفيشنال خلي بال حضرتك بيبقى دايما بينصح ان السبير تايرز ده ما يستخدمش مسافات طويله، لان هو اصلا معمول لفتره مؤقته، مجرد بس انك انت حضرتك حصل حاجه في المين تاير الموجود، فانت بتركب السبير لغايه ما تروح مكان معين تغيره
او تصلحه لو كان عايز تغير تغيره، انما السبير ده ما ينفعش تمشي بيه مسافات كبيره. عندنا انواع تانية اسمها رام فلات، وخلي بالك الرام فلات عشان بعد كده هتكلم عن حاجه اسمها تي ويل، دي غير دي. الرام فلات هو تاير، نوع من انواع التاير، بس الفرق في ايه؟ الفرق لما بيحصل بلو اوت، لما العجله بتنفجر او العجله بتتخرم، اللي بيحصل ايه؟ ان العجله بتيجي على الريم نفسها، على الويل اللي هي الفريم الحديد اللي موجود، وبالتالي بيبقى صعب الحركه بتاعتها. طيب الحل ايه؟ الحل انك انت تركب السبير. طب السبير مش موجود، فعملوا حاجه اسمها رام فلات. رام فلات زي ما حضرتك شايف انها من جوه جواها كده شيب زي الرام فلات ده، في بلاستيك انر، الجزء ده جزء البلاستيك انر الداخلي، حتى لو العجله اتخرمت او لو الهواء اللي حصل البريشر بتاعه قل، فالعجله مش هتمشي على الويل الحديد، انما هتمشي على الرابر ده اللي موجود الداخل، وبالتالي يقدر يحميها لمده معينه ويمشيها فتره معينه لغايه برضه ما يروح يصلح العجله، انما تقدر تمشي بها مسافات، وهي يمكن تمشي بها مسافات. في جزء السوليد بتاعه، يمكن الصوره دي موضحه قوي الابلكيشن بتاعته، في جزء سايبس اللي هو الصغير ده، ده بيبقى عمليه فنتريشن اكتر منه عمليه تهويه، في جزء البلوك ده الجزء اللي بيتحمل، والريبس ده اللي بيتحمل الحموله الكبيره، في ديمبلز صغيره موجوده ودي بتحسن عمليه الكولينج بتاعته، في فويد موجوده، الفويد دي الهدف منها انها بتفتح سبيس عشان تقدر تعمل عمليه ability للووتر، لو في ميه ولا حاجه تقدر تتحرك جواها. فشكل التريز بيختلف حتى من مصنع لمصنع ومن ابلكيشن الى ابلكيشن. ده الجزء الارض. الباترن هتلاقي فيه حاجه كتير، حاجه زي ده بنسميه ريب شيب، ممكن تلاقي حاجه زي لاج شيب بالشكل ده، ممكن حاجه ريب لاج، يعني جزء بين الاثنين اللي هو شكل اللي احنا بنسميه شكل النقشه، بنقول عليه كده بلغه الاستخدام، بنقول عليه شكل النقشه بتاعته او شكل الباترن. في بلوك شيب بالشكل ده، في اسيمتريك باتر بالشكل ده، في دايركشن باتر، في انواع كتير جدا زي ما قلت لكم في البدايه، هتلاقي انواع كتير جدا تختلف والفروقات بينهم ما بتكونش كبيره قوي حتى في السيزون ده. كده اختلاف اللي احنا قلناه ده في التريدز كان اختلاف ابلكيشن، يعني انا هستخدم الباسنجر كار فيه. طب اللي جاي اختلاف وقت، يعني ممكن يكون نفس العربيه بنفس الابلكيشن، بس في للسمر وفي للوينتر وفي للاول سيزون. الوينتر دايما هتلاقينا التركيز، حتى شوف شكل التريز بتاعته، شكله بيبقى عامل حسابه ان في سنو، يبقى في تلج بيمشي عليه. السمر بيبقى لحد ما بتبقى الجو بيمشي على اسفلت. اول سيزون بتلاقي مزج بين الاثنين، يعني يمشي على السنو بس مش زي كفاءه الوينتر، ويمشي في الاسفلت بس مش زي كفاءه السمر، بتغيره كل شويه. ده فبيشتغل they don't have the kind of tread or spinning you need for mud or snow، يعني هو مش بياخد، هو باتر. ان بتلاقي زي ما اقول لحضرتك في بقى باتر كتير جدا، في حاجات الهاي بيرفورمانس زي دي، في حاجات التورنج زي دي، في حاجات الباسنجر زي دي، في حاجات اللي هي السوبر زي دي، في حاجات لللايت تراكس، في للوينتر، في للكوميرشال، هتلاقي بتختلف كتير من يعني حسب الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه. طيب الكواليتي، انا بحاول يعني ما اطولش قوي، وبحاول بقدر الامكان اقول معلومه على قد الحاجه، عشان مش عايز الفيديو بس يكبر والحموله بتاعته تبقى كبيره ويبقى في مشكله في الابلودنج واللودنج اللي حضراتكم بتعملوه، انما زي ما اتفقنا ان حضرتك نقدر نحدد ميعاد ونقدر يعني تساله في اي وقت ونقدر نناقش الكلام. التريد بيفرق معاك كمان، يعني بيختلف الابلكيشن بتاعه او بيختلف شكله على حسب كذا حاجه. يعني الناس اللي بتصنع التريد بيبقى واخده في اعتبارها حاجات كتير قوي، واخده في اعتبارها الويل الاينمنت لو نسميه ظبط الزوايا بتاع العجل، واخده الطريق نفسه الرود سيرفيس، واخده في الاعتبار المينتنس، واخده في الاعتبار السرعه اللي هتمشي عليها وهنشوف دلوقتي لها انديكيشن، واخده الويت، ودول عاملين في منتهى الاهميه للتاير، السرعه والويت. خلي بالك من دول لان هيبقى لهم سيمبل عند حضرتك حتى في الشكل بتاعه، هيبقى لها في سيمبل يقول لك انا التاير ده حتى وانت رايح تشتريه يقول لك التاير ده هيتحمل معاك وزن قد ايه ويستحمل معاك سرعه قد ايه. حجم الصدر عندنا برضو بارامتر. طيب التاير
التريد ديبس اللي موجود ده هل له انديكيشن لحاجه؟ اه طبعا، وهو جديد بتلاقي بيسموها النقشه، بتلاقي تقريبا الدبس بتاع التريد ده في حدود 9 مللي، ده تقريبا معظم، ده اعلى حاجه بتيجي. امتى بقى بغيره؟ لما يبدا ده يحصل له تاكل واحده واحده، ممكن ينزل ل 4 مللي تبقى كفاءه بتاعت 88%، ممكن ينزل 3 مللي، انما ما يقلش عن 1.6 مللي، وده بيكون كفاءته في حدود 55%، وفي الحاله دي لازم تغير. عشان كده هتلاقي العربيات حتى بتعمل ريكومنديشن، بيقول لك ان الويل بتاعتي او التاير ده محتاج يتغير كل كام الف كيلو، لانها محسوبه. وبيقول لك كمان انك انت لما هتجيب تاير معين تجيب من براند معين، انا مش هقول اسماء عشان ما يبقاش الموضوع كوميرشال، انما في عربيات كتير موجوده في السوق بهذا الشكل. انما في الاخر حضرتك كراجل مهندس شغال في الصيانه في هذا المجال او كراجل متخصص في ده، تبقى عارف انه ال 9 مللي ده تقريبا من اكبر حاجات، وبعدين ال 5 ال 1.6 مللي ده بيكون البرفورمانس بتاعك، او بيكون الدبس بتاع التريد هتاخد قرار تغيره. التريد باترن ده بقى الجزء المهم، ده التريد باترن ديزاين، زي بقول لك اشكال مختلفه جدا، كل اشكال مختلفه. انما خلي بالك لو حضرتك بقى بتتكلم جزء انجينيرنج، ده شكل الديزاين بتاعه، لو انت اللي بتصمم او انت بتعمل معاه فده شكل الويل. يهمني تعرف تعريفات الصحيحه للموضوع. خلي بالك ان الويل وهي موجوده او التاير وهو موجود، لو بصيت عليه هتلاقي التاير ده من تحت يعني مفلطح شويه كده نتيجه الحموله بتاعت العربيه، ومن فوق التاير مختلف. هل ده له تاثير في الديزاين؟ اه له تاثير. بص كده، ده تقريبا خلينا ناخدها راسي وبعدين ناخدها اكس وبعدين ناخدها واي. لو خدناها اكس هتلاقي في ده الكروس ويتس، ده الويتس بتاع الجروس ويتس، ده الويتس بتاع التاير كله، وبعدين في سيكشن ويتس، وبعد كده في التريد ويتس اللي هو الجزء اللي بيلامس الارض، وعندنا الريم اللي هي الجزء الحديد او العجل بتاع العجل، ده الريم ويتس بتاعه، مهم قوي الحاجات دي. وعندنا تحت بقى لو بصيت عليها هتلاقي في حاجه اسمها جروس ويتس ويز ستاتيك لود، يعني عليها الحمل بتاعها كمان. طب لو جينا على اتجاه اكس هتلاقي ده الاوفرول دايمتر، بس الدايمتر ده لاول مره هتلاقي حضرتك ان الدايمتر الريدياس اللي فوق غير الريدياس اللي تحت لانه ستاتيك، بس احنا بنقول على الدايمتر لان هي في الاخر ويل ولها دايمتر، انما الستاتيك لود ريدياس يختلف عن الريدياس اللي موجود في اعلى. الجزء بقى بتاع التاير نفسه عندنا حاجه اسمها سيكشن هايت، وعندنا حاجه اسمها الريم هايت، ده الجزء اللي هو الفلانجه اللي بيركب عليها الجزء بتاع البيب اللي كنا بنتكلم عليه، الجزء الحديد. خلي بال حضرتك ان في علاقه بين الحاجات دي، لما اجي هنعرف اي ويل في الدنيا المفروض البارامتر بتاعتك دي بارامتر ثابته ليه، فمجرد ما تعرف الانديكيشن، الانديكيشن ده هيعبر عن الكلام. يهمني تعرف حضرتك السكشن ويتس وتعرف السكشن هايت، عشان في علاقه بينهم حاجه اسمها اسبكت ريشيو وهحتاجها، وانا بعرف دلوقتي. والريم دايمتر، الريم دايمتر ده اللي هو الحديد، يبقى ركز على الثلاث حاجات دول كويس قوي عشان هحتاجهم بعد كده وانا بقول الديفينيشن بتاع كل ويل موجود. يبقى ده الريم دايمتر اللي هو العجله نفسها، قطر العجله يقول لك عجله 12 و13 و11، وعندنا الكروس السكشن ويدث، وعندنا السكشن هايت. لو يمكن ركزنا وعملنا شويه هو اللي احنا قلناه، انما ده يمكن دي المين بارامتر احنا عايزين نتكلم عليها. عندنا حاجه اسمها الجروس ويدث، ده العرض كله بتاع التاير. عندنا الجروس ويدث ويز ستاتيك، ده الجزء الداخلي اللي هو تحت وانت والعربيه محمله، وعندنا السكشن ويتس اللي هو الارتفاع، وعندنا التريد ويتس اللي هو التريد سكشن ويتس ده اللي هو الجزء بعد الجزء الخارجي ده، وعندنا التريد ده اللي بيلامس الويتس. طب الريدياس، الريدياس بقى اللي هو الجزء اللي بقول لك الريدياس مع الستاتيك لود الاثنين، والاثنين بيدوا الاوفرول دايمتر بالاضافه للريم دايمتر اللي هو بالبلدي كده كتر الجنت. الهايت والسبيسنج في حته مهمه قوي، ده عندنا السكشن هايت وعندنا الريم هايت، ده هايت سكشن وعندنا الريم هايت، وعندنا كمان حاجه اسمها الديول تاير سبيسنج اللي هو المسافه من هنا الى تقريبا ضعف التاير سبيسنج. في بقى بارامتر مهم جدا، دول اللي هيبقوا مركزين قوي عشان ده اللي بنسميها الكي بارامتر لاي تاير موجود. عندنا حاجه اسمها السكشن هايت وعندنا حاجه اسمها السكشن ويدث، العلاقه بينهم بنسميها الاسبكت ريشيو، بس الاسبكت ريشيو في المية عشان بعد كده هيبقى اسمها اسبكت ريشيو، خلي بالك دي مضروبه في المية. يبقى الاسبكت ريشيو عباره عن ايه؟ عباره عن السكشن هايت
على سيكشن ويدث في المية. يعني لو انا قلت لك 65 واديتك السيكشن هايت، حضرتك تقدر تجيب السيكشن ويدث او العكس. ودي مهمه جدا للاسبكت ريشيو، خلي بالك انها مضروبه في المية، دي هتبقى معروفه نعرف التاير بالشكل ده. التاير سايز بص هيقابلنا اكتر من تسميه واكتر من طريقه للتسميه اللي موجوده، بس يعني هقول لك على الطريقه، يعني هقول لك اكتر من نوع واكتر من شكل للتسميه، هتلاقي كلهم تقريبا هيبانوا قوي قوي. يعني كل بارامتر هو عباره عن ايه، مجرد ما تشوفه حضرتك من غير ما تعرف حتى ده بتاع انه كار، انما هتعرف انه نوعيه. 155 ده دايما بدي لك النومينال السكشن ويدث، دايما السكشن ويدث. وبعدين 65 ده الاسبكت ريشيو، خلي بالك مضروبه في 100. لو ضربت، احنا كنا لسه قايلين دلوقتي الريشيو الاسبكت ريشيو، لا تقدر تجيب حضرتك السكشن ويدث او سكشن هيد، العلاقه بينهم بتمثل الاسبكت ريشيو اللي هي 65 مضروبه في 100. ار دي اللي هي فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم على البرايز، هي راديان ولا بايس، فهتلاقي ده الكونستراكشن كود بتاعك بيقول ان دي راديان. 13 ده الريم دايمتر اللي هو بيقول لك الجنت ده 12 ولا 11 ولا كذا، ده بالانش بيكون النومينال ريم. بعد كده في رقمين في الاخر، الرقم ده اسمه 73 وبعدين تي. التي ده سبيد سيمبل، هوريك دلوقتي العلاقه ان كل ريم بيتحمل رينج من سرعات معين بياخد رمز الفابيتيكال. اللود اندكس نفس الكلام، الاندكس ده بيعبر عن التاير اللي حضرتك هتشتريه ده يتحمل قد ايه. اذا حضرتك لما تيجي تروح تشتري تاير ببساطه جدا، مجرد ما تبص على الكود بتاعه تقدر تعرف هو السكشن هيد السكشن ويدث بتاعه قد ايه، السكشن هايت بتاعه قد ايه، الاسبكت ريشيو بتاعه قد ايه، الكونستراكشن بتاعه معمول بلايز ولا معمول بايز ولا راديال، وتعرف الريم كمان بتاعه اللي يركب عليه، ده يركب على جنت 12 ولا 10 ولا 11 ولا 14، وتعرف الجنت ده يتحمل او التاير ده يتحمل لود قد ايه ويتحمل سبيد قد ايه. كل ده من الكونستراكشن عند حضرتك. بس على شكل الباسنجر هو بيختلف بس على الستاندر اللي انت شغال عليه. ده المتريك سايزنج. المتريك سايزنج بيقول لك في الاول بي معناها باسنجر كار، 215 ده سكشن ويدث، 70 الاسبكت ريشيو، ار معناه ان هو راديال، 14 ده معناها لو انا بشتغل حاجه لايت كارنت هتلاقي ال تي موجود سواء في الاول او في الاخر. لو انت شغال متريك سايز او لو شغال فلوتيشن سيستم، لو متريك سايز سيستم او فلوتيشن سيستم، هنا هتلاقي التراكس مكتوب في الاول لايت تراك وبرده سكشن ويدث والاسبكت ريشيو وبعدين راديال وبعدين الريم، نفس الكلام هنا بس هتلاقيه انها في الاخر. البرفورمانس ريتنج زي ما بقول لك بقى الرقم اللي هو بيدل او السيمبل الفابيتيكال بيدل على السرعه، هتلاقي مثلا الام والان الكارز سبيد ريتس اب تو 87 ميت مايل بير اور اللي هو تقريبا 140 كيلو. البي والكيو ده لو السيمبل ده موجود لغايه 160 كيلو، الار والاس 180 كيلو، التي واليو 200 كيلو، الاتش 210، الفي 240 دبليو معناه انه بيمشي لسرعه لغايه 270، الواي معناه يوصل لغايه 300، والزد يوصل لغايه الشكل سواء بالتيبل اللي انا كنت عامله لك ده او بشكل الجرافس الموجود ده بيكون اوضح واسهل العلاقه بين السبيد وبين السيمبل اللي موجود اللي هو السبيد كاتيجوري اللي حضرتك تقدر ممكن تلاقي حاجه بالشكل ده. يمكن ادى 315 ده الويتس بتاعك سيكشن ويتس، وبعدين ده النومينال اسبكت ريشيو، وبعدين الراديال ده الريم دايمتر، و145 على 150 ده اللي هو لما تلاقي حاجه زي كده ده الكوميرشال، ده اللي بنسميه سنجل ولا ديول. يعني عارف العربيه اللي بيكون لها عجله واحده ولا عجلتين، دي تركب مع عجلتين، لما تركب مع عجله واحده تشيل 150، لو هم عجلتين جنب بعض يقدروا يشيلوا ال 150 والام اللي هو اللي كان اللي اتكلمنا عليه. الجزء اللي فات كنا بنتكلم فيه على التاير، الجزء اللي جاي هنتكلم على الويل. احنا اتكلمنا على الجزء اللي هو الرابر بمعنى صح، الجزء اللي جاي هنتكلم فيه على الويل. ايه بقى الويل؟ الويل هي زي ما حضرتك شايف كده، هي سيركلر ديفايس ذات از كيبابل اوف روتيتنج on an axle through the center facilitating the movement of transportation. هي اللي بتتصل بالهب بتاع السياره، وده اللي بيركب عليها من بره الجزء بتاع التاير. الويل ده ليها اكتر من شكل،
مرت بأكثر من مرحلة من قديم الأزل، من أيام ما كانت بتجر عربية عليها الفارس على الحصان، ثم تطورت بعد كده بشكل أكثر لغاية ما العربية اللي بتجر المدفع، لغاية ما وصلنا للشكل اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في أنواع الكارز كلها، سواء كان باسنجر كارز أو تراكس أو هيفي تراكس أو ميني فان أو ما. يمكن مش عايز أدخل قوي في تفاصيل بقى الويل وصناعتها، يمكن الجزء ده بتركزوا عليه في شوية في الجزء بتاع الديزاين، انما هبدا اتكلم على جزء الابلكيشن زي ما احنا متعودين في معظم المحاضرات. في حاجه جديده اسمها تي ويل. هو معروف ان دايما ان الويل كانت ميتال. في حاجه بقى تي ويل، حاجه اسمها تي ويل. تي ويل دي التاير يوز نو اير، ما فيهوش اصلا هواء، and therefore it can't burst and become flat or become flat. بمعنى ده شكل بالشكل ده بيبقى نوع من البولي البوليوريثان بالشكل دوت، بحيث ان هو مفيش بقى طاير اساسا، مفيش نيوماتيك طاير، انما في بوليوريثان بيقدر بوليوريثان سبوكس دي بتقدر هي الابزورب العجله او هي اللي بتقدر تشيل العربيه، وفي نفس الوقت كمان هي اللي بتقدر تشتغل كشوك ابزوربر وتشتغل مع الويل بتاعتها شويه. هتلاقي الجزء الخارجي ده اللي بسميه الكيبل ريفورسد باند، وبعدين بعد كده رقم 2 دوت هتلاقي اللي هو الشير باند، وبعد رقم 3 ده الحاجه الاساسيه اللي عندنا اللي احنا بنسميها الانرجي ابزوربر البوليوريثانس بوكس، هي دي اللي بتشيل، هي دي اللي بتتحمل العربيه، وهي اللي بتشتغل كمان معاك كشوك ابزوربر، وهي دي اللي مكان التاير القديم اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو النيوماتيك تاير، واربعه اللي هو الهب اللي ده كونكت بالاكس بتاع ال. طيب نبدأ بقى نبص على حاجة مهمة، وهو موضوع الويل. الويل مش هدخل في الماتيريال بتاعته، يمكن قلنا التويل ده بس النوع الجديد بتاعه، إنما الويل بما عليها من التاير لازم، طالما حاجة روتيتنج وبتلف لازم يكون لها عملية بالانس. يعني إيه بالانس؟ يعني يبقى الماس حوالين الأكس متوزعة بشكل يونيفورم. ده معنى البالانس. بالانس is the uniform distribution of mass about an axis of rotation where the center of gravity is the same location is in the same location as the center of rotation. والبالانس التاير انت بقول ان التاير دي بالانس، يعني تعمل عملية بالانس، is when where mass of the tire where mounted on its wheel and the car's axle is uniform distributed around the axis. معناها ان ما بيحصلش، يعني باللغه كده الشائعه، ما بيحصلش تاكل لجزء من التاير دون الاخر. يعني ما يحصلش هنا تاكل في جزء دون الاخر، يبقى دايما التوزيع يونيفورم. حتى لو بيحصل تاكل والتاكل ده يونيفورم ما عنديش مشكله، انما هي المشكله ان يحصل تاكل في مكان غير التاني. في الحالات دي بتقول ان العجله دي محتاجه اتزان، او بلغه التعامل في السوق يعني هي العجله محتاجه تترصص. يعني ايه تترصص؟ يعني حصل لها بالانس، يعني تروح على ميزان او جهاز ترصيص اللي هو جهاز البالانسر. البالانس التاير كان سبيل ذا ديفرنس بتوين ذا بوزيتيف اند نيجاتيف درايفنج اكسبيرينس. طيب اعرف ازاي ان العجله دي انبالانس؟ اول حاجه عندك ان العربيه لما تبدا السرعه بتاعتها تزيد عن 50 ل 70 ميل بير اور بيحصل لها نوع من على الستيرنج نفسها نوع كده من الوابل. الوابل يقول لك العربيه بتدردر، يعني تلاقي حس كده في فايبريشن في الستير ويل اللي هو في الدركسيون بتاع العربيه. تعرف في الحاله دي ان عند حضرتك ان اصبح فيه امبالانس موجود على العربيه. طبعا على ال 100 ال 70 ميل يعني تقريبا بتتكلم على 100 كيلو، اللي هو بعد ال 100 كيلو، يمكن حتى شغل الانجينيرز الناس المتخصصه في الحته دي يقول لك بعد ال 100 ده معناها ان العجله بتاعتك محتاجه يحصل لها بالانس او محتاجه تترصص، ودايما السواق بيحس بالحته بتاعت الامبالانس دي بتاع الستير. طب افرض ان انا ما عملتش البالانس، وافرض ان العربيه فيها محتاجه فعلا تعمل لها بالانس وانا سبتها، ايه الافكت اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن تاثر؟ اه طبعا الموضوع ممكن يتفاقم، هو مش مجرد تاكل بس او مش مجرد وابل بيحصل في الستيرنج، لا ده لو العجله بتاعت حضرتك او التاير اوت اوف بالانس ممكن يحصل ديجريدز للكواليتي والدرايفر كومفورتابلتي. دايما حتى السواق نفسه هو مش مرتاح وهو بسهوله، لان الدركسون بتاعه او الستير ويل مش ستيبل في ايده، بيقلل اللايف تايم للتاير، ومش بس التاير ده بيدخل كمان على البيرنج والتشيك ابزوربر
وكل السسبنشن كومبوننت بتاعت العربيه بتبدا تتاثر. فانت لو قلت في الاول ان العجله دي محتاجه يحصل لها بالانسنج وبعدين حضرتك سبتها، فهتلاقي بعد شويه انك دخلت في البيرنج بتاع الويل، وبعدين دخلت في الشوك ابزوربر، ودخلت في السسبنشن، كل ده نتيجه ان حضرتك ما عملتش بالانس كويس. البالانس نفسه انواع، في منه نوع بنسميه الاستاتيك بالانس، وفي الدايناميك بالانس، وفيه الران اوت بالانس. ايه الفرق بينهم؟ وفي الديكال امبالانس بقى هو الفايتريشن كام. ايه الفرق بينهم؟ الاستاتيك دايما بيبقى فيرتيكال والدايناميك بيبقى جزء منه لاترال، انما الران اوت هو الاكسسيف راديال اند اور لاترال موفمنت. والفايبريشن ده النوع الديكال امبالانس اللي هو النوع بقى الكامل بيحصل فايبريشن نتيجه الاستاتيك والدايناميك. البالانسر الويل بالانسر او الجهاز اللي احنا بنسميه جهاز الترصيص الماشين، هي الجهاز البالانسر ده او الويل بالانسر بيعمل ايه؟ هو بيقدر يديتيرمن او يقدر يحدد الامبالانسنج موجود فين. هو مش بس بيحدد هو الامبالانس قد ايه، ده بيحدد كمان موجود فين، فبيقدر يحدد اللوكيشن اللي تقدر كونسنتريت لود. عايز تزود مثلا في المكان الفلاني ده، لو انت حطيت 5 جرام، لو حطيت 10 جرام، 15 جرام، 20 جرام، ودايما الويت اللي موجود في الماركت بيكون كده 5 10 15 20 25 وهكذا، لو بيحدد لك اللوكيشن بالظبط، لو حطيته في المكان ده تقدر تعمل بالانس. انا خلي بالك اما بيحصل وير على العجله على الويل او على التاير ما بيبقاش كونسنتريتد، بيبقى متوزع. طيب ميزه بقى الجهاز الويل بالانسر ان هو بيحدد الوزن اللي ممكن يعمل امبالانس قد ايه، وبالتالي تقدر تحطه، بحد كمان اللوكيشن اللي حضرتك تقدر تحطه، تقدر تضع هذا المكان فين بالظبط عشان يعمل عمليه بالانس العجله. ده شكل الجهاز اللي موجود، تحط الويل وبيدور بسرعه او بيلف بسرعه حوالي 100 RPM، بيقدر يحدد بيقف بالظبط على المكان اللي فيه الويت اللي حضرتك ممكن تحطه، وبيبقى غالبا بزاويه 90 درجه. وطبعا الاجهزه منها انواع كتير قوي، في منه نوع بيحدد مكان الويل بالظبط، منها مكان بيحدد مش بس الويل ده، بيحدد الديناميك وبيحدد الستاتيك. كنت دايما وانت بتعمل سيت اب للجهاز في الاول لازم تدخل على موضوع الديناميك او تدخل على البالانس فايبريشن اللي هو بيجمع النوعين الديناميك والستاتيك، انما غالبا محدش بيعمل الستاتيك. احيانا خلي بالك بتكون المشكله مش بس في التاير، ده احيانا بتكون المشكله في الويل نفسه. هنا بقى المشكله كبيره، ان لو المشكله في التاير ممكن يتغير، انما لو المشكله في الويل بتكون هنا المشكله اكبر، وفي الحاله دي حضرتك محتاج تغير التاير، وهو اكثر سعرا واكثر تكلفه من التاير. انما مهم قوي ان حضرتك تعرف ده شكل الجزء بتاع الويل ويت اللي انت بتحطه الرصاص، وده بلغه الماركت او بلغه المهندسين في الماركت، في منه نوع بيسموه الدق، وفي نوع منه بيسموه النوع اللي هو اللزق. ده اللي ممكن يثبت بهذا الشكل، ده على حسب نوع الريم بتاع العجلة، هل هو بالشكل ده. في بعض أنواع من الويلز ما بيبقاش فيها شفة بالشكل دي تقدر تثبت عليها، فبيجي نوع تاني من الرصاص أو الويتس اللي موجودة دي عشان تعمل بالانس، بتكون ستيك على العجلة. طيب افرض حضرتك أنت عندك مشكلة في التاير، احنا اتكلمنا إن التاير فيه ممكن يكون مشكلة نتيجة الأمبالانس. على فكرة ممكن لو البريشر بتاع نوع واحد من التاير يعني مش مظبوط، مش سيتنج على حسب الديزاين ده عليه وعلى حسب المانفاكتشر عليه، ممكن يعمل حضرتك نفس المشكله دي ويحصل نفس المشكله في البالانس. طيب انا هعرف ازاي ان انا هل كل يوم بقى الصبح هل انا كسائق لسياره يجب ان انا اقعد اشيك على الويلز؟ والله ده المفروض بيتم، ولكن عشان نسهل ده المانفاكتشر لمعظم انواع الويلز عمل والتايرز عملوا حاجه مهمه قوي في السيارات، عمل حاجه اسمها التاير بريشر مونيتورنج سيستم، التي بي ام اس. التي بي ام اس ده بيظهر على طول علامه عند حضرتك لو في اي نوع من انواع الان يعني البريشر بتاع التاير ده مش مظبوط، بيبين لحضرتك علامه على طول بيقول لحضرتك انت عندك مشكله في البريشر المعين. وده بيدي نوع من انواع السيفتي، انك طالما ما عندكش علامه بتقول ان في مشكله عندك في التاير، اذا نو نيوز جود نيوز، معناها ان حضرتك دايما ما عندكش مشكله فيها. وده بيساعدك طبعا التي بي ام اس ده بيساعدك لو عندك مشكله في التاير ممكن يؤدي لاستهلاك الوقود. خلي بالك لو حضرتك مشيت او لو السياره كانت بتسير بضغط غير مناسب او ضغط اقل من الضغط اللي هو المفروض سيتنج عليه، ده ممكن يؤدي على طول الى استهلاك وقود اكتر باستمرار. وده يمكن قدامنا مثال
على هذا الشكل. لو الضغط بتاعنا اللي هو مظبوط على 100 بي اس اي وحضرتك اشتغلت على 60 بي اس اي، ممكن تلاقي ان اللص في الفيول بتاعك حوالي تقريبا 6%. السيستم نفسه بيتكون من ايه؟ او التي بي ام اس بيتكون من سنسورز موجوده. السنسور ده بيكون موجود، بيكون عندنا 5 سنسور موجودين، الخمسه دول موجودين في الاربعه للويلز اللي هم شغالين، وفي واحد تاني للسبير. وبعد كده طيب دي السنسور الموجوده اللي بيقيس الضغط، هستقبله ازاي؟ بستقبله عن طريق انتنة. الانتنة دي لازم انها تستقبل في اي وقت، وبعد كده بيكون مع الانتنة ويكنترول يقدر يقارن هل البريشر ده مضبوط على حسب السيتنج الموجود لكل الويلز ولا لا. مهم جدا وحضرتك تقدر تقارنه في السيارة اللي معاك. الدايركت يعني المقارنه دي مهمه جدا، ويعني من الحاجات المفروض انك تعرفها كويس. الدايركت بيقول لو حصل عند حضرتك مشكله في اي تاير بيدي على طول انديكيشن عليه اني اور اول تايرز، يعني لو واحد بس حصل فيه مشكله او كلهم حصل فيهم مشكله بيدي لحضرتك الارم. الاندايركت بيديلك فقط لما سنجل تاير لوس البريشر. طيب لو كل الويلز بتاعتك فقدت البريشر بنفس الريت، لا ما تعرفش، ما يديش الارم، لانه بده بيقارن ابسوليوت تي بي ام اس، انما الان دايركت بيقارن ريلاتيف لبعض. ده انديكيت تو درايفر اللي هو الدايركت، انديكيت تو درايفر ويتش تاير از لو، انما في الان دايركت انا ما اعرفش انه واحد اللي حصل فيه مشكله. الدايركت بيقول انستنت الارت هو ان بريشر دروبس بلو البريشر ليفل، ده الابسوليوت يعني هو عنده ليفل معين. هنا no alert if all tires are losing pressure over time at the same time، ما كلهم فقدوا الضغط في وقت واحد منهم. اذا فالافضل طبعا هو الدايركت، بيقدر يحدد لي انه ويل اللي فيها المشكله لو حصل ان كلهم حتى حصلوا على الستيتنج وقال له بيدي لي انديكيشن. طيب من الحاجات الجديده احنا كنا بنتكلم على النيوماتيك تاير، وقلنا انه في النيوماتيك تاير قلنا ان هو التاير ده بيكون مليء غالبا بالهواء ده الارخص. طيب هل ممكن املاه بغاز ثاني؟ او ممكن التاير يكون مليء بالنيتروجين، واحنا عارفين النيتروجين بس تقريبا 71% من مكونات الهواء، وبالتالي اكثر من 70% من مكونات الهواء، وبالتالي هو جزء من الهواء. طب السؤال، طب انا ليه هاخد النيتروجين واملى بنيتروجين؟ طب ما اذا كان هو النسبه الاكبر من الهواء. النيتروجين is used له مجموعة مميزات، is used to avoid the air leakage، وهنشوف ايه السبب بتاعه دلوقتي. The reason why النيتروجين is used is because it's easy to produce، كمان مش اي غاز تاني، ان it's easy to produce من الهواء. دلوقتي فصل النيتروجين. The correct inflation is highly significant when considering the tire life and the performance. It's not always possible to look at the tire and detect the under inflation. طبعا فانت يهمك ان يبقى عندك الغاز اللي بيملى بيه التاير ده غاز ستيبل. لو التاير ده كان اندر انفليشن او اوفر انفليشن عند حضرتك في الاحتكاك اللي موجود مع التاير، وبالتالي ادي الى عمر افتراضي بتاعك اقل سواء كان من منتصف التاير او من على الجانبين. البنفيتس اللي نقدر ناخدها من النيتروجين، اولا هو مور ستيبل عن التاير، لانه النيتروجين اكبر الموليكولر بتاعته اكبر 4 مرات من الاكسجين، وبالتالي اللوسز بتاعه بيكون اقل. بيزود الليفلز انكريز ذا ليفل اوف جريبس اند هاندلنج از التاير بريشر از مينتيند، التاير بتاعه بيكون مور ستيبل، وده بالتالي بيزود الليفل بتاع الجريبس والهاندلنج التاير. بيحسن الفول ايكونومي لان مفيش نقص في الدار، ما حصلش اندر انفليشن او اوفر انفليشن، وبالتالي بيحسن الاستابيليتي بتاع الفول الوقود. اكستندد تاير لايف، لان النيتروجين كمان حينما يتم استخراجه لا يوجد فيه بخار ميه، وبالتالي لا يوجد فيه صدأ، وبالتالي ده بيساعد على ان العمر الافتراضي بتاعه يكون بتاع التاير يكون اكبر. انهانس سيفتي، لانه بيحافظ على الضغط ثابت لمده كبيره، وبالتالي ده بيدي السياره. مفيش اوكسيديشن زي ما قلنا، يمكن عشان مفيش بخار ميه وبالتالي مش قابل ل البنفيتس المهمه قوي عند النيتروجين، عشان كده بيفضل هو يكون موجود. دلوقتي يمكن اصبحت كانت المعدات، يمكن عمليه الفصل كانت الى وقت مش بعيد كانت غاليه، دلوقتي لما انتشر بنسبه كبيره فالماس برودكشن ادى ان المكن ده ممكن يقل
او اسعاره يعني ممكن تقل، وبالتالي يصبح في سبيل او في رينج الاستخدام. يعني التاير بريشر من ضمن الحاجات الشائعه ان الناس مش يعني ازاي اقدر اختبر الضغط بتاع التاير. يفضل دايما انك انت في اختبار التاير اولا على الاقل مره في الشهر حضرتك محتاج تشيك على او تعمل تشيك على الضغط بتاع التاير. التاير ده يجب ان حضرتك تعمل عليه تشيك، والتاير كولد ما يبقاش المسافه كبيره، انت عارف بيحصل تمدد في الهواء، واحد المميزات النيتروجين على فكره انه معامل التمدد بتاعه بيكون اقل، وبالتالي بيحافظ على الضغط ما يزيدش بالاحتكاك الكبير. انما لما حضرتك يفضل تيجي تقيس البريشر يفضل ان يكون التاير كولد. درجات الحراره، زياده درجات الحراره تقريبا كل 10 فهرنهايت ممكن يزود لي واحد. الرقم اللي بيبقى موجود دايما على التاير ده بيبقى الماكسيمم بريشر وليس الاوبريتنج بريشر، دايما بيذكر الماكسيمم بريشر مش الاوبريتنج بريشر اللي موجود. يفضل دايما انك انت بتشتغل على البريشر الموصى به من المصنع. لو انت اشتغلت اندر انفليشن او اوفر انفليشن ده بيأثر على طول في البرفورمانس، بيبقى موجود على طول او ده بيفكت على الفيول. وخلي بال حضرتك ان دايما التاير زي ما حضرتك شايف كده مش مجرد نظر، يعني مش بالنظر حضرتك تقدر تقول ان التاير ده سليم ولا لا، لازم يتقاس الضغط، لان احيانا بيكون النظر خادع والنظر يعني غير معبر جيد عنه. فهتلاقي حضرتك يمكن التاير اللي على الجهه اليسرى ده 20 بي اس اي، في حين التاير اللي على الجهه اليمنى ده 29 بي اس اي، بالرغم ان هو تقريبا يبدو في الصوره وكانهم الاثنين. التاير بريشر وورنينج المفروض يكون في دلوقتي في كثير من العربيات بيبقى في سنسور موجود عشان البريشر بيبان عند حضرتك، زي ما قلنا التي بي ام اس ده بيبان عند حضرتك اذا كان التاير فيه، ودي العلامه يمكن المشهوره عليه اللي بتبان عند معظم السيارات. في حاجه اسمها سيلف انفليشن، بس خلي بال حضرتك نفرق بين السيلف انفليشن والران فلات. لو تفتكر حضرتك لما كنا بنتكلم من فتره، الران فلات هو ان فيه جزء رابر موجود داخل التاير نفسه، فبالتالي لما بيحصل بانشنج للتاير بدل ما التاير تسير على الجزء الميتال، لا بتسير على الجزء الرابر الداخلي اللي هو الران فلات. انما سيلف انفليشن ده حاجه مختلفه. سيلف انفليشن ده ان حضرتك تحافظ على الضغط بتاعك دايما ثابت، وده سبورت ان الكار بتاعك يبقى الضغط بتاعها ثابت مش ران فلات. لا ده انا يعني بيحصل على طول سيلف انفليشن للتاير. اون ذا اذر هاند ار ديزاين تو كونستنتلي مينتين ذا تاير بريشر ات ذا بروبر ليفل. في معظم السيارات الحديثه الامبروبر انفليشن ده على طول زي ما حضرتك شايف بيؤدي على طول الى تآكل اما في منتصف التاير او على جانبي التاير، فبيؤدي للتآكل، وفي كلتا الحالتين بيحصل امبالانس للويل، وبالتالي حضرتك بيبقى محتاج انك انت تعمل لها بالانسنج. ولو وصلت لمرحله اكثر سوءا بيبقى محتاج ان حضرتك التاير مره ثانيه. ده كان سريعا كده هي المحاضرات اللي هي السبعه والتسعه، اتكلمنا فيها على التاير وتناولنا فيها التاير بانواعه وبانواع التريدز بالديزاين بتاعه، وازاي حضرتك تقدر تتعامل وتعرف حتى المواصفات والمشاكل اللي ممكن تنتج عنه. وتحدثنا على الويل، وتحدثنا على البالانس، وتحدثنا على ما هو حديث في السياره بحيث ان حضرتك تقدر تعرف اذا كانت في مشكله في التاير ولا لا، وتحدثنا في عمليه البالانسنج وكيفيه عمل البالانس بتاعه. زي ما قلنا في الاول لو في اي سؤال احنا ان شاء الله نقدر نلتقي على الكلاس رومز الى حين ان نلتقي في الكليه ان شاء الله مع بعض. لو في اي استفسار ممكن حضرتك تسالونا على الكلاس روم او تتكلموا مع مندوب الدفعه بحيث ان احنا نقدر نتواصل ونرد على اسئلتكم ان شاء الله كلها. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.